دكتور، في ناس كثير اليوم تقول لي نبغى نسمع من الدكتور صالح بن ناصر قصة اتصال الأمير فيصل بن فهد عليك لما كان زعلان. زعلان ما في قصة كذا تذكرها يا دكتور؟ هو مرة صار ما هو خلاف. شوف 26 سنة عمرنا ما اختلفنا مع الأمير فيصل، أنا بالذات يعني. لكن مرة من المرات كان في حاجة حصلت لمحاضرة لشخص، وكان في رمضان. محاضرة وين يا دكتور؟ محاضرة في نادي من الأندية. أيوة. وأنا كانت تتبع للرئاسة هي. أيوة تتبع، كانت الثقافة تتبع للرئاسة. وأنا أذنت بها بحكم صلاحيتي. لأنه في أشخاص ما يعني غير ما نعرف قدراتهم أنهم يتكلموا في أندية كلها شباب، إيش حيكون موضوع محاضرتهم وكذا. على أي حال الأمير عرف عن هذا الشيء، وبواسطة شخص آخر يعني كان أحد الوزراء اتصل بي قبل المغرب بنص ساعة وقال لي مين أذن لفلان يلقي محاضرة؟ قلت له أنا. قال لي ما تعتقد أنه هذه الكلمة الوحيدة اللي سمعتها في 26 سنة من فيصل الله يرحمه، اللي ما تعتقد انه تجاوز صلاحيته؟ قلت له لا، انت عطيني اسماء معينه هذا مو من ضمنه. فانتهينا على كذا، هذه يمكن الزعله الوحيده. انا اتضايقت لانه بعد السنين دي كلها ان يكون في شيء انا عملته وهو غير راضي عنه، ما يعني كانت صعبة علي. أدنا المغرب، قبل أدان المغرب بثلاثة دقائق كلمني بالتليفون. والله يا أخي أخلاقياته سبحان الله، يعني رجل بمعنى الكلمة. صالح قال لي سامحني بعد المغرب أتكلم معك. تشوي من فيصل ترك بكيتني قبل شوي، بكيت أنا لأنه ماني متصور انه يصير خلاف بيني وبينك. قال لي بعد المغرب، خلاص المغرب بيأذن. بعد المغرب كلمني وقال لي كنت على حق، وانا استشرت وقيل لي ما في شيء، الرجل ده ما عليه اي ملاحظة. ويعني هذه المرة الوحيدة ليس خلاف بيني وبين الأمير فيصل بن فهد ابدا.